مخترع الفقاعة الصالحة للسكن هو عبقري. هذا المنزل يمكن بناؤه ب9000 دولار فقط، وفي يوم واحد، كما يمكن إعادة تدوير المواد المستخدمة. نبدأ بوضع الأسس وتأمينها، القماش على الأرض، ثم نقوم بنفخ الهواء باستخدام المضخة. نحن نبني إطار المنزل كما لو أننا نفخنا بالونا، ثم ثبتناه بسلك فولاذي لمزيد من الاستقرار. ثم نقوم بتغطية الهيكل بالإسمنت السائل للحصول على تشطيب متين، وكل شيء جاهز في أقل من يوم. علاوة على ذلك، يمكن إعادة استخدام غرف تغيير الملابس المستعملة، وبمجرد أن يجف الإسمنت يصبح المنزل قويا جدا. وهذه الطريقة تسمح بالبناء السريع مع توفير المواد والعمالة الذهبية، بالإضافة إلى أن هيكل القبة يوزع الضغط بشكل جيد تقديم مقاومة كبيرة للتأثير. إنها طريقة للبناء تحترم البيئة، مثالية للسفر أو للاستخدام كفندق.